اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مراسلي النيل. كل عام وحضراتكم بخير والاخوه الاقباط بخير بمناسبه عيد القيامه المجيد، وايضا كل المصريين بمناسبه شم النسيم هذا اليوم الذي ينتظره المصريون للخروج للتنظف واكل المخصص لهذا اليوم. وعلى الرغم من ان حاله الجو في الايام الماضيه كانت متردده تميل الى الشتاء قليلا والى الصيف قليلا، الى ان خبراء الارصاد اكدوا ان يوم شم النسيم سيكون الطقس أكثر من رائع، لتكون الفرصة متاحة ومواتية للمصريين بكافة طوائفهم ومستوياتهم للاستمتاع بإحياء ذلك الاحتفال الفرعوني وكذلك الاحتفال بأعياد الربيع. غدا بإذن الله الاحتفال بعيد القيامة المجيد، نسأل الله تعالى أن يأمن الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة. ويوم الاثنين بإذن الله يخرج المصريون للاحتفال بشم النسيم، هذا اليوم البسيط المبهج في احتفالاته، مجرد الخروج في أي متنزه أو حديقة مجاورة تضفي جوا من السعادة على جميع أفراد الأسرة. فاحتفلنا معكم بشم النسيم اليوم، نذهب في البداية إلى حديقة الأرمان ومعرض الزهور السنوي للاستمتاع بجمال الربيع وسط تشكيلة بديعة من النباتات والزهور. وإذا أردت أن تقضي يوما مختلف في شم النسيم يجمع بين المكان المفتوح ورحلة سفاري، بإمكانك الذهاب إلى محمية وادي دجلة في المعادي والتي يعود تاريخها إلى ملايين السنوات وتحتوي على مجموعة متميزة من الحفريات والزواحف. شم النسيم يعني دب ملون وفسيخ ورنجة، طقوس فرعونية ما زلنا نحرص عليها حتى الآن رغم التحذيرات السنوية من الأطباء بعدم الإفراط في تناول الأسماك المملحة. اهلا بكم من جديد، حلقة اليوم خصصناها للاحتفال والاستمتاع اكثر بشم النسيم واحتفالات الاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. الاستمتاع الحقيقي في فصل الربيع بالطقس المعتدل والتمتع برؤية الزهور والتي عددا ما تتفتح من جديد. زيارة الى حديقة الارمان بالجيزة يوم شم النسيم ستشعر معها فعلا ان الدنيا ربيع وتتمتع برؤية مجموعة متميزة من الزهور والنباتات النادرة. بسنت اكرم مراسلة قامت بزيارة إلى معرض زهور الربيع في الحديقة والذي لا يزال مستمرا حتى 5 مايو. نتابع. ما أن تتفتح الأزهار لتعلن عن بدء فصل الربيع مما يبعثه من نشوة خاصة لم تتكرر إلا في هذا الوقت من العام. تنتشر المعارض والمشاتل بمختلف أنواع الزهور إلى جانب القسم الخاص بالأعشاب مثل المرمرية والبردقوش وأيضا الصبار. من الغريب جدا في معرض السنة دي زهرة جديدة خالص مع بروفنسا، والزهرة دي كل يوم بلون اسمها الأمس واليوم وغدا أو بروفنسا، ودي حاجة جميلة جدا. دي كان تيشو كالشر مزروعة بين الفل والياسمين وعملوا تهجين فطلعت نوع جديد جدا، والنوع ده حلو قوي قوي، بيتغير كل يوم بيدي زهرة، مرة بيدي أبيض مرة كريمي ومرة فوشيا أو بنفسجي. سن الصغير بيشتري الحاجات المزهرة الورد والحاجات ديت والحاجات اللي هي ريحة، السن الكبير بيشتري بقى المرمرية والزعتر والبردقوش وروزميري، وبيشتري بقى الجرانيا اللي هو اللي انت شايفاها دي. في بقى مستوى كبير بقى بيشتري النخل بقى. أنواع جديدة تنضم إلى المشاتل في كل عام، فجديد هذا العام هو الكروانيا والكازيزون ذو الفائدة الصحية، والبونساي خلافا للأنواع التقليدية مثل الورد البلدي والياسمين والبنفسجي. تقول الأساطير أن لكل زهرة مدلولها الخاص، كذلك طريقة وضع الزهور وألوانها أيضا، فإذا وضعت نائلة إلى اليمين تعني ألان، وإذا وضعت نائلة إلى اليسار تعني ألان. أفكر أن تظن الشعراء بألوان الزهور، فالورد الأحمر يعني الحب، والأبيض النقاء، والأصفر يعني المرح، والأخضر يعني الأمل، والبرتقالي رهافة الحس، والباقي متنوعا تعني أنا مستعد لأن أضحي بأي شيء من أجل الحب. الدراسات الحديثة أثبتت أن الورود تعزز من الإحساس بالسعادة لدى الإنسان. طبعا البنات بتحب الورد، يعني ممكن في أي هدية أي مناسبة تاخدي هدية ورد البنت أكيد هتبسطها. أنا جايبة فراولة وصبار. اشمعنى؟
فيها عشان شكلهم كان حلو. جوزت ياسمينة برضو تبقى حلوة جدا في البلكونة. انا ليا بلكونة ممكن بحب ازرع فيها يعني زرع فيها زرع نعناع. حسي ان كل واحد ليه حاجة معينة يعني اللحمة مثلا مش بس الحب بس او ان انا بحب حد لا هو يعني في حلال الموضوع. لا الورد ده ليه احساس ومعنى تاني خالص واكيد طبعا الورد يعني ليه علامة جامدة جدا في الرومانسية. الكثير من الناس يشترون الازهار للاستمتاع بالوانها وهناك من يستخدمها لارسال رسائل متنوعة عن طريق لغة الزهور التي لا يفهمها سوى عشاق الالوان والمعاني الخفية. شكرا بسنت على هذا التقرير الرائع وفعلا معاني كثيرة لتلك الورود وتلك الألوان. وكما قالت بسنت في التقرير هناك دراسة تؤكد أن الزهور تبعث على السعادة. إذا كنت من سكان القاهرة نأخذك من إيقاعها السريع وزحمة شوارعها دون أن تتحمل عناء السفر تختلي بنفسك وتقضي يوما في رحلة سفاري تستمتع فيها بسكون الصحراء وهوائها العليل. زيارة إلى محمية وادي دجلة في المعادي كفيلة بأن تغير روتين يومك. الزميل محمود العزالي ورحلة في محمية وادي دجلة. أنهار الطلق تحت سماء مفتوحة في بيئة صحراوية ممتدة تحرسها من الجانبين جبال مرتفعة وصخور جذابة تتوسطها نباتات عشبية خضراء. مشهد طبيعي ساحر يجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء. هذا هو حال الجار الهادئ الجميل الذي لا يعرفه الكثيرون. إنها محمية وادي دجلة التي تقع في نطاق محافظة القاهرة التي تئن من الزحام والضجيج والكتل الخرسانية على بعد خطوات من منطقة زهراء المعادي. ويعتبر الوادي أحد أهم أودية الصحراء الشرقية التي تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 30 كيلو مترا بينما تبلغ المساحة الكلية للمحمية 60 كيلو مترا قبل أن تأتي التعديات على نحو نصف مساحتها. بكل خصائصها الفريدة تجذب محمية وادي دجلة نوعية خاصة من الزائرين الباحثين عن المتعة والجمال والإثارة وممارسة أنشطة مميزة. أولغا سيدة هولندية تعيش وتعمل في مصر منذ فترة طويلة تروي بعشق عن علاقتها بوادي دجلة وتدعو لمزيد من العناية بها. باجي كل يوم جمعة ولو عايز لو قادرة يوم السبت برضو ويوم جمعة امشي الوادي كلها للاخر خالص وارجع بيه وانا مبسوطة قوي هنا عشان الوادي يعني وادي دجلة احسن مكان في وادي في القاهرة وجمال والطبيعة بس زعلانة شوية عشان الزبالة اللي الناس بيرموها هنا وياريت لو الناس اللي يعني لو في ناس موظفين اللي بيمشوا ورا الناس اللي قاعدين هنا يعملوا احتفال ويقولوا لهم يعني هنا يعني ملجا او محميه ما ترموش زباله ما تعملوش دوشه في هنا الطبيعه. وفضلا عن كونها منتجعا سياحيا فريدا تعد المحمية متحفا جيولوجيا مفتوحا. إنها بيئة برية صحراوية بطبيعة جغرافية نادرة تؤكد أن آثار مصر لا تستمدها فقط عبر مقدمته للتاريخ من حضارة إنسانية راقية بل بحمايتها ورعايتها لما تمتلكه من أسرار فوق الأرض وتحتها تشهد على ثراء وتطور التاريخ الطبيعي. وكشفت الدراسات العلمية المتخصصة عن التتابع الصحي في محمية وادي دجلة التي تعتبر مفيدة جدا لدراسة التراكيب الجيولوجية والحفريات لأنها تقع في وسط الصخور الجيرية التي تمتد لـ60 مليون عاما. الوادي بيشق طريقه في خلال هضاب الحجر الجيري اللي تكونت في عصر الأيوسين 60 مليون سنة أثناء رسوبيات بحر التيسيس
اثناء عمليه الترسيب في بحر التيسز. وبالفعل كمان فتره العصور المطيره ابتدت الامطار تشق طريقها من الروافد اللي على جانبي الوادي وتعمل عمليه النحر في الصخور ليتشكل الوادي على الوضع اللي هو عليه دلوقتي. ابرز التكوينات الجيولوجيه هي منطقه نطلق عليها منطقه الكانيون للتشبيه بالجراند كانيون، منطقه الجراند كانيون في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي تعتبر خلفنا هنا اهوت، اللي هي بتعتبر ان مستوى بين مستوى علوي للوادي ومستوى سفلي بيحصل فيه شلال. الشلال دوت شق طريقه بين الصخور الموجوده دهيت، بيعمل عباره عن في تحتيه ابيار نتيجه الشلال والدوامات اللي بتحصل من الميه، وبالاضافه الى تكوينات فريده هنشوفها دلوقتي مع حضرتك في المنطقه دي، منطقه الكانيون تسمى منطقه الكانيون منطقه الشلال. هو طبعا شلال جاف، لكن في فصول الشتاء واثناء المطر بيكون شلال مائي طبيعي. ورغم جفاف الوادي تتخلل المحمية نباتات برية تضيف إلى جمالها أبعادا أخرى ليتعانق الأصفر والأخضر لترسم الطبيعة لوحة فنية مبهرة. نفس التنوع الموجود في برضه في الصحراء الشرقيه، عباره عن مجموعه من طبعا غير التكوينات الجيولوجيه الفريده اللي تتميز بها المحميه، عباره عندنا حوالي 78 نوع من النباتات، مرصود منهم نباتات طبيه ونباتات عطريه، بالاضافه لبعض الحيوانات اللي موجوده بس بيتعمل لها رصد، مش الزائر مش هيشوفها جاي له، يعني زي الغزلان، الكباش، الثعالب الحمراء، الارانب البريه، كل الحاجات دي بتعمل لها رصد لكن صعب ان هو يشوفها بالعين المجرده اثناء الزياره. واثرت مياه الامطار التي تتساقط من الشلالات المائيه على صخور الحجر الجيريه على مر العصور، حيث كونت ما يسمى دجله كانيون او اخدود دجله الذي يشبه الى حد كبير جراند كانيون بالولايات المتحده الامريكيه، ما يجعل المحميه تحتوي على تشكيله كبيره من الحفريات النادره والتراكيب الجيولوجيه الفريده. واعلنت منطقه وادي دجله محميه طبيعيه عام 1999. من محميه وادي دجله، محمود العزالي لبرنامج مراسل النيل. شكرا زميلي محمود العزالي. بالفعل هي كما ذكر في التقرير هي لوحة فنية رائعة ترسمها الطبيعة، فبها النباتات الصحراوية وأيضا بها الصخور الطبيعية والحيوانات وبعض الحفريات ترسم هنا في القاهرة وتوجد في القاهرة لعشاق السفر وعشاق الرحلات الذين يريدون أن يذهبون للسفر، يذهبون إلى محمية وادي دجلة. لا نستطيع أن ننسى أيضا في الاحتفالات المصريين بشم النسيم الأسماك المملحة، والمصريون القدماء أظهروا براعة شديدة في حفظ الأسماك وتكفيفها وصناعة الفسيخ، نفس تلك الطقوس نحافظ عليها حتى الآن. ويرتبط الفسيخ والأسماك المملحة في مصر بيوم شم النسيم، كما كان البصل من بين تلك الأطعمة التقليدية التي حرص المصريون القدماء على تناولها، وقد ارتبط عنهم بإرادة الحياة وقهر الموت والتغلب على المرض. أشرف مبارك يشرح أكثر في هذا التقرير. يعتاد الجميع البحث عن الأماكن عبر عناوينها، لكن بعض الأماكن الأخرى تقودك إليها رائحتها التي تخطف العقول. بمجرد المرور من أمام محلات الفسيخ والرنجة تجد نفسك بمثابة أنظار واقفا في طابور لشراء ما تشتهيه من الفسيخ أو الرنجة أو الملوحة، خاصة في وقت كهذا وهو شم النسيم. الشعب المصري بيعشق الأكل ديت، بيعشق الفسيخ والرنجة والسردين والكلام ده كله. اللي بتبقى نظام مواسم، العيد الصغير شم النسيم، الفسيخ، رنجه، سردين، بصل بقى والليمون والحاجات دي، طحينه والحاجات دي بتاعتنا، التدبير بتاعتنا. كل سنه في شم النسيم بناكل فسيخ ورنجه، ودي عاده عندنا وعند كل المصريين عامه، وبيحسسنا بالربيع والجو. عادة عندنا لازم كل سنة بإذن الله نجيب فسيخ ورنجة، واللمة بتاعت العيلة ديت أحلى حاجة يعني فيها. ثلاث أرباع المجتمع المصري في يوم زي ده يوم الاثنين كله بيجيب فسيخ ورنجة وبيقضي يومهم، بيبقى يوم عيد عندهم شم النسيم.
عملية تصنيع الفسيخ تحتاج لتمليح السمك البوري لمدة 45 يوما عن طريق إضافة الملح إلى الماء والسمك البوري والسمك، ثم يتم وضعه في صناديق خشبية مع مراعاة التخزين بشكل صحيح والابتعاد عن ضوء الشمس ليتم إخراجه من البراميل الخشبية بعد ذلك ويكون جاهزا للبيع. بالنسبة للفسيخ وطريقة عمله، احنا بنعمل الصح بتاعه ان هو يتعمل في براميل خشب. البراميل الخشب بيديله الطعم او بيديله السوى الكافي. في ناس بتعمله في حاجات بلاستيك ده مضر. براميل الخشب ده بيتعمل نظام سمك وملح فقط. في ناس زي ترجع تقول لك نحط شطه وخل وليمون والكلام ده كله، كل ده ما ينفعش. بتتاكل بعد 45 يوم، لازم بعد 45 يوم تكون البكتيريا تحته ماتت نزل. والرنجايه ديت، الرنجايه دي بتبقى مدخنه، تبقى مدخنه بشده الشمس، دي بتتدخن، دي بتعلق في السير كده تمام وبتمشي تدخين تتدخن. ومع بدء الاحتفال بعيد شم النسيم يبدا الاقبال على شراء تلك الاسماك المملحه للاحتفال بطقوس هذا اليوم، لكن هذا العام قرر المواطنين شراء كميات اقل بعدما شهدته اسعار الاسماك هناك من ارتفاع. فسيخ السمك النهارده غالي جدا، فسيخ النهارده ب 140 جنيه و 150 جنيه، كل ده السمك كله جاي غالي، احنا ما تعودناش نلاقي فسيخ كده. كان اقصى حاجه الفسيخ ب 100 و110، وبالنسبه للرنجه غير كل سنه برضه، الرنجه النهارده ب 50 و 55 والملوحه ب 120 جنيه. الناس اللي بتغلي حاجه، يعني لو عملنا ان الموضوع ده موسم فلازم هتغلى، يعني الناس كل ما فيش حد ما بيشتريش فسيخ في السنه وفي شم النسيم، فلازم هيغلى ويولع. انما في بقيه السنه هتلاقي الاسعار مريحه ومفيش حد بيشتري. ورغم ان الاسماك المملحه تعتبر مصدرا غنيا للبروتين، الا انها قد تؤدي الى اضرار كبيره يظهر تاثيرها على الجسم نظرا لنمو البكتيريا اللاهوائيه خلال فتره تخزينها وتمليحها. بالنسبه للفسيخ بيجيب 45 يوم في الملح عشان خاطر البكتيريا بتاعته تموت، لازم يموت كده ما يكونش كبير. بقول للناس فعلا تحذر، لازم تجيب الفسيخ ده من مكان موثوق منه. بالنسبه للفسيخ والرنجه والمروحه والسردين والكلام ده كله، لاي حد بقول لاي ست بيت لازم تمسك الرنجايه كده من دماغها كده تمام، عشان خاطر لو اتلت معاك كده تبقى فاسده الرنجايه، عشان الرنجايه تنزل معاك كده تبقى فاسده، لازم الرنجايه تكون صلبه. ويعد شم النسيم من المناسبات التاريخيه حيث يرجع الى القدماء المصريين، وكان معروفا في مدينه هليوبلس وتم تسميته بذلك نسبه الى الكلمه الفرعونيه شمو والتي ترمز الى بعث الحياه، حيث كان يعتقد المصريون القدماء ان ذلك اليوم هو اول الزمن. البصل والفسيخ والرنجه وتلوين البيض طقوس لا غنى عنها في شم النسيم باعتباره احد المناسبات العامه لدى المصريين القدماء. اشرف مبارك لبرنامج مراسل امين. المشاهد التي عرضها زميلي اشرف مبارك تدعني لا انتظر حتى الاثنين المقبل، ساذهب الان لاكل الفسيخ والرنجه. ومعلومه للمصريين، يتجهون الانظار الى كفر الشيخ تلك المحافظه التي تنتج مليون طن من الاسماك المملحه في شم النسيم، تنتج نصف مليون طن، اي هذا اليوم تنتج نصف ما تنتجه في العام باكمله. مشاهدينا دي كانت حلقه مراسلو امين هذا الاسبوع، خصصناها للاحتفالات باعياد القيامه وبيوم شم النسيم الاحتفالات واشهر الاكلات في السبت المقبل باذن الله. حلقه جديده من مراسلو امين، دمتم في امان الله.